صباح الخير والسعادة والإيجابية على المشاهدين الكرام. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أوراق صباحية. النهاردة هنناقش معاكم ورقة جديدة ومختلفة، وهي إزاي إن إحنا نقدر نتحرر من المشاعر السلبية، تحديدا لو المشاعر دي جت نتيجة صدمة أو موقف اتعرض له الإنسان وبيقول جملة واحدة: أنا حياتي وقفت ومش قادر إن أنا أخرج من اللي أنا فيه. ولا إيه يا داليا؟ صباح الخير. صباح الخير. إزيك يا آية؟ زي ما آية زميلتي بالظبط قالت، الحياة دايما بتبدأ بإيجابية بتستمر بتبقى للأفضل، وساعات بنقابل بعض الصدمات، حاجات بتعطلنا، حاجات بتوقفنا، بس بنبقى محتاجين ناس تاخد بإيدينا ونكمل. عشان كده حلقتنا النهاردة هتاخد بإيديكم كلكم، بتاخد بإيد كل المشاهدين إنها تعيش بشكل أفضل، زي آية كده بالظبط ما قالت لنا. ومعانا مفاجآت كتيرة قوي في حلقتنا النهاردة. معانا كوتش لبنى. زيك؟ صباح الفل. صباح الفل، عامله ايه؟ الحمد لله. كوتش لبنى، بنرحب بيكي النهارده في حلقتنا، وعايزين كده نبدا وباول سؤال دايما الناس كتير بتساله: امتى احس ان انا محتاج ان انا اروح لكوتش؟ اوكي، تحتاجي تروحي الكوتش لو انت حاسه ان الدنيا تقيلة عليكي، لاقيه حاجه مش لاقيه لها حل، يعني مشكله مش لاقيه لها حل، لاقيه عندك شعور انت مش عارفه مصدره ايه. المعالج الشعوري، مش بتكلم في اللايف كوتشنج ان جنرال، لان كل مدرسه ليها طريق. اوكي، فلو انا عندي مشاعر متقله الدنيا، زي ما الناس الكلمه اللي طالعه على طول، في طاقه سلبيه، في كذا، بحتاج ان انا اروح لحد يساعدني. هاخد من كلامك ان احنا قلنا دلوقتي ان علاج وعلاج شعوري كلمه كده نطت، اكيد الناس عايزه تعرف، فخلينا نقول بما ان تخصص حضرتك علاج شعوري، نقول للناس يعني ايه علاج شعوري. اوكي، العلاج الشعوري بيشتغل على المشاعر اللي جوه عندك. هم اربع مشاعر اساسيه: الخوف، الغضب، الشعور بالذنب، والحزن. دول تحتيهم كل المشاعر الثانيه. اول ما بتحسي بواحد من دول، المفروض انك بتحاولي تيجي لحد بيساعدك انك تفرغي المشاعر دي من الحدث. اوكي، فتستثمريها في انك تعدي الحدث ده، يبقى الحدث بيعدي من خلالك مش مؤثر فيكي. اوكي، او العلاج الشعوري كمان بيساعد لو انا عندي اهداف وعايزه احققها، وفي مخاوف او في حاجه موقفاني او في حاجه محسساني ان ما اقدرش اوصل لده. في الحالتين بنفرغ المشاعر دي، فبتقدري تبقي صافيه عشان تعرفي توصلي للي انت عايزه توصلي له. يعني العلاج الشعوري يا اما هستخدمه اطور نفسي، او ان انا عندي مشكله مع المشاعر بحلها، او حاسه ان انا واقفه في منطقه او في موقف مش عارفه اخرج منه واتحرر منه. اكزاكتلي. تمام. طيب عايزه اسالك بقى سؤال، لو حد بقى حصلت له في يوم من الايام صدمه، فقد حد بيحبه، عزيز، اب او اخ، او احيانا بنبقى مثلا داخلين في علاقه والموضوع خلاص بيتفشكل، فكره الفقد نفسها ان انا خلاص الشخص اللي انا بقيت بحبه او اللي كنت مرتبطه بيه او متعلقه بيه او معايا من منذ الصغر خلاص مبقاش موجود، دي بتشكل صدمه رهيبه جدا، يعني بتعمل خلل كده. ده ليه حل في العلاج الشعوري؟ طبعا طبعا. بصي دلوقتي الصدمات، يمكن انت مسكتي صدمات الكبار، صدمات الكبار عادة جاية من صدمات حصلت لنا واحنا صغيرين، فبتبقى مأثرة فينا أكتر. يعني أول حاجة بتتكون في أول 8 سنين، لما بنيجي لصدمة وبتيجي مثلا حد فقد أمه مثلا، فبتلاقي يعني يمكن حد كان بيديني إكزامبل قبل ما ندخل هوا، إن في حد فقد أمه فحياته وقفت. هي حياتها وقفت علشان هي كانت معتمدة من وهي صغيرة اعتماد تام على وجود الام. تمام. بنفرغ المشاعر دي من خلال تكنيكات معينه بتتعمل، فبيحرر الصدمه، فبتبتدي تقدر تشوف ان هي تقدر تعتمد على نفسها تاني. معنى كده وتكمل. معنى كده من كلام حضرتك ان احنا بندي دلوقتي تفاؤل فعلا، بما اننا ندي ايجابيه، دي حقيقة. ان اي حد فعلا فقد اي شخص عزيز عليه وكان معتمد عليه وحاسس ان حياته واقفه، في حلول، في حاجات اقدر ان انا احرره بيها، واقول له واخد بايديه واقول له لا، احنا نقدر ان احنا نخرج بره الدايره اللي احنا فيها. Yes. سواء كان الشخص ده كان عزيز عليه كاب او ام او كزوج، او في العلاقات. يعني العلاقات هي على فكره مشكله اللي بيطلع من العلاقه، انه بيبقى اتعود على وجود الشخص، فمش كونه عايش ان هو موجود، ما هو بالنسبه له العلاقه ماتت، فهي نفس بالزبط. صدمه الموت بالظبط، هي بالظبط. طيب ده بيخليه بعد كده يتقبل فكرة الصدمة في أنه ممكن لو فقد أي شخص بعد كده يبقى بالنسبة له بيوصل أخف. لمرحلة من البرود بقى، ولا لا، يبقى مش متقبل برود. بيبقى عنده حالة من التقبل وحالة أن الحدث بيعدي من يعني بيعدي، عارفة لما زمان كانوا بيقولوا بيدخل من هنا وبيخرج من هنا، الحدث بياخد المنحنى الطبيعي بتاعه.
بياخد الحزن بتاعه، بياخد الغضب من ان الحدث ده حصل بتاعه بالشكل الطبيعي من غير ما يأثر فيه. الصدمة بتحصل لما ده بيزيد عن حده الطبيعي. بالظبط. اوكي، فاحنا بنفرغ ده. طيب خليني كوتش لبنى، احنا كده اتكلمنا على شق الصدمة، سواء الصدمة دي حد تعرض لانفصال او فقد او هو تعرض لموقف ما في حياته. طيب في مواقف كتير معلش هقطعك بس ردا على حتة العلاقات، هي بيبقى فيها حتة فك تعلق اللي هي انا متعلق قوي بحاجة فده بيتفك، لان التعلق جاي من احتياج، بنخلص الاحتياج وبنبين انه من جوانا مش من بره. تمام. طيب خلينا ان احنا نتنقل لجزئية تانية، وهي ان سواء في الاطفال الصغيرة او الكبار، انا لو معدي من شارع وشفت كلب او قطة ان اليوم مش هيعدي وتحديدا البنات، ان الصوت بيجيب لاخر الشارع فعلا، سويت او صريخ، سواء معايا طفل صغير او انا حتى انسة او بنت كبيرة، بنشوف ناس فعلا بتخاف من الحيوانات، في ناس والحشرات، الحشرات مش بس كده، في ناس كمان احنا دلوقتي بنصيف، ناس بتخاف كمان من الاماكن المرتفعة، الاماكن العالية، الاماكن العالية بالظبط، وممكن حد نازل السلم بيقعد. انا كان عندي فوبيا سلالم على بالزبط فكرة، وفي انا كان ناس عندي فوبيا سلالم، والناس كانت بتستغرب يعني ايه فوبيا سلالم. انا السلم كنت باجي نازلة عليه، لو هو اولا اللي هو اللي بيبقى حلزوني استحالة ما كنتش بقدر. السلم العادي كنت بيحصل لي زي تريب كده في النص، احس ان انا بقع. الفوبيا ملهاش سبب منطقي. وخليني اقول لك كمان، في ناس دلوقتي بما اننا داخلين على المصايف بتفقد الاستمتاع بالبحر، بيجي له دوران البحر او فوبيا، وللاسف بيعيش في دوامه وفي حزن. فهل العلاج الشعوري بقى بما اننا بنتكلم عليه ممكن يشكل دور كبير ان الحاجه طبعاً دي يتخلص طبعاً منها الشخص؟ طبعا طبعا، دي حاجه مفرحه. انا بقيت بنزل على السلالم عادي، بطلع السلالم عادي، طلعت جبل موسى ونزلت 3000 سلم. دي حاجه ايجابيه يعني بالظبط. فلا ليها علاج، وعلاج قوي جدا. ويعني هدي مثل، كان في حد بنعالجه من فوبيا القطط، وكان راجل اكتشلي وما كانش ساب مصر وعاش بره علشان بيخاف من القطط والكلاب اللي في الشوارع. ونزل واتعمل عليه التكنيك بتاع العلاج الشعوري، وهو تاني يوم جاي بيحضر الجلسات. هو كانت اسبوع جلسات، ما كنتش انا اللي بعمله، كانت المعلمه بتاعتي اللي بتعمله. فدخلنا لقيناه قاعد في الجنينه وعلى رجله قطه وبيطبطب عليها ومش واخد باله، بيتكلم مع حد ومش واخد باله لغايه ما لفتنا نظره. يعني ده اللي انا كنت هساله لك كمان، امتى الواحد بيحس ان هو خلاص اتعالج؟ يعني امتى احس ان انا خفيت من المشكله اللي كانت عندي؟ بتلاقي نفسك خلاص مش متاثره بيها. تمام. بتعرفي على طول، ما بتبقيش متأثرة. يعني دي دعوة من هنا على الهوا، ان احنا بنشجع الناس ونقول لهم يا جماعة اللي بيخاف من القطط، بيخاف من الحشرات، بيخاف من اي حاجة، الاماكن المرتفعة، الاماكن المزدحمة، كل ليها علاج، تقدر كل حاجة ليها علاج، مفيش حاجة ملهاش علاج. احنا النهاردة جايين نقول لأي شخص بيتفرج علينا، انت تقدر تتخلص من اي حاجة سلبية، تقدر ان انت تتحرر. طيب خليني ارجع تاني واقول لحضرتك على موضوع العلاقات دلوقتي. لو حد حصل معاه انفصال وحاسس ان زي ما بيقولوا كده الدنيا سودة والشاشه سودة، ننصحه بايه في الفتره دي؟ او ان هو مثلا يطلب المساعده، يطلب المساعده ويبقى عايز المساعده، عايز المساعده. لان في حد ممكن، ما دي القصه بقى في العلاجات اللي من النوع ده، لو انا بقول بس ان انا عايز المساعده وانا من جوه مش عايزها، انا عايز افضل في ده بسبب ان انا باخد شفقة معينة، باخد اهتمام معين، عمري ما هطلع. يعني لازم يكون يعني في تقبل، هيبقى بطيء قوي، لازم انا اللي عايز اساعد نفسي. تمام. فاطلب المساعدة في حد يساعدني. تمام. وبعد شوية على فكرة الناس اللي بتعمل الجلسات دي بتعرف ازاي تعالج نفسها. بتعرف ازاي خلاص ان الحاجة لما تيجي هتفكر فيها بأنه طريقة. بيغيروا من نفسهم فعلا. المشكلة ان كلنا بنرمي على بره. يعني انا حصل لي حاجة فهقول ايه هي السبب، داليا هي السبب، بس عمري ما هبص انا جبت لنفسي ده ازاي. تمام. فالحل جوه مش بره. يعني معنى كده ان اول خطوه ان الشخص لازم من جواه يتقبل ان هو اخطا. يس. وان المشكله اللي حصلت دي ما حصلتش من الاطراف الاخرى بس، لا انا كمان ليا يد كبرى وعليا ومسؤول عن اللي حصل، ولازم اتقبل ده عشان ابدا اول خطوه من خطوات، سواء ان انا اصلح الموقف اللي انا فيه او ان انا ابتدي اخد خطوه جديده. القانون الالهي قالها لنا يا جماعه، القانون الالهي قال
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مش في اللي حواليهم. بالظبط. ابتدي بإن أنت هتغير من جوه، أنت حاسس إيه؟ هتلاقي كل اللي بره اتغير. ده يخليني كمان أسأل كوتش لبنى معانا النهارده، الناس اللي بتحس دايماً إنها الدنيا جايه عليها. أيوه. مظلومين قوي. دور الضحية. بالظبط. هم اللي ظلموني، هم اللي جم عليا، هي اللي عملت، هي اللي هي السبب، هي كذا. أيوه. طيب ده ال دي جاية من الطفولة. طيب. جاية من الطفولة، الصدمات بتاعت الطفولة دي يعني ممكن نفرد لها حلقات. ولكن هي جاية من حتة ان انا ما بحسش بالحب وما بتشافش الا من خلال كوني ضحية. فانا طول الوقت عايز اخد ده، فبعيش في دور الضحية. ده جزء. الجزء التاني، انا اتعودت ان انا مش مسؤول، فانا لو بقيت مسؤول وطلعت من دور الضحية هتحمل مسؤوليات انا مش عايزة اتحملها، خايف منها. طيب كوتش لبنى، انا احنا كنا مبسوطين معاكي النهارده حقيقه. الكلام معاكي ممتع وشيق وبيفتح مواضيع كتيره مهمه وبتهم الناس كتير. كوتش لبنى احنا بنشكرك، بشكرك جدا جدا جدا، نفعتهم ان شاء الله. ان شاء الله كمان يكون لينا لقاءات تانية باذن الله. شرفنا بيكي كوتش لبنى. ومشاهدينا الاعزاء، احنا هنطلع فاصل وهنرجع مع كوتش متخصص في العلاقات، هنتكلم ازاي نعرف احنا في علاقه صحيه ولا لا، وازاي انا لو تميت بمرحله الانفصال اشتغل على نفسي. هنتكلم على حاجات كتير، ولكن بعد الفاصل انتظرونا ان شاء الله.